اليوم احنا في منطقة جديد. اليوم نعيش ثورة كبيرة، ثورة الشعب التونسي. نحب نقول كلمة ثورة لخاطر برشا ناس قاعدة تتردد باش تسميها ثورة وإلا انتفاضة وإلا مظاهرة كبيرة إلى آخره. نسميها ثورة لخيان يتردوا على خاطر يحبوا يسميوها ثورة، لأنهم يعتبروا حسب تجربهم في التاريخ، تجربتهم المعرفية، وصرتوا بعض المثقفين يقول لك الثورة تجي مسلحة والثورة تجي مأطرة وكادري هكا وانكادري بار لي بارتي بوليتيك وهما اللي باش يقودوا. وكل يا حسرة، الشعب التونسي ورا ثورة أخرى، ورا الثورة اللي هو اللي يقود. ثورتنا ما شدها وما قادها حتى حزب، الأحزاب توا هما يقود فيها الشعب، وما لازمهمش يخونوا الشعب، وما لازمهمش يحاولوا معناتها يراوغوا مع الشعب. واحنا كمثقفين، احنا كمفننين، كمبدعين، مهمتنا ان ننبه، وكل ما يقع محاولة يعني احتواء هذه الثورة، الثورة العظيمة، ثورة الشعب التونسي، ثورة الشباب ايضا، وثورة الناس كله، ثورة البطال، ثورة ضد القهر وضد الاستبداد وضد الظلم وضد الرشوة، ثورة ضد الظل والمذل والاستكانة، ثورة ضد الكذب والمغالطة والتفييش. ثورة تستوجب أنه ثم برشا كلمات اللي كانت تتقال قبل واللي هي في الحقيقة عندها معنى كبير، كما الحرية وكما التعددية وكما الديمقراطية، كان الكلمات هذه يستعملها النظام السابق في الإعلام بتاع 7 نوفمبر بتاع التلفزة بتاع 7، واللي ما رزلت 7 اليوم نكلم فيكم، ما زلت رأي 7، ما زلت قاعد ترجح ما بين 7 وما بين وطنية. الحزب الحاكم قبل والسلطة الحاكمة ولغة السلطة الحاكمة بكل أنواعها، فهمت ولا، كانت تتحدث وتتشدق وتفرض علينا معناتها الاستبداد باسم الحرية، راهو شيء قوي، وباسم الديمقراطية وباسم التعددية وباسم الشفافية، ونثمن ونشكر وكل قربج هذاك الكل. لا، احنا اليوم نرى انه الكلمات اللي عندها معنى واللي عندها قيم جبارة واللي في التاريخ قلبت الدنيا، كما الحرية وكما الديمقراطية، هالكلمات احنا يلزمنا نحروها ونحيولها، نحيو منها الكذب اللي حطوه في وسطها، فهمتني؟ هذه خدمة كبيرة جبارة، واحنا اهل الرأي، اهل الثقافة، اهل الابداع، واهل الرأي، لان ثم صحفيين وثم محاميين وثم اساتذة جامعيين وثم مفكرين وادباء وشعراء، عندنا خدمة جبارة كبيرة باش نقولوها لها. الثورة هذه ضد الاستبداد والظلم، ضد 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 الرهب، ضد 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 السرقة. سرقة يا ناس، راهو ناس راهو سرقوا مرتها مئات المليارديرات وهربوا بيهم، شيء غريب، راهو شيء غريب. ويطلبوا منا اليوم باش نتفاوضوا والا نتعاملوا والا نقبلوا، باش ناس كانوا ينتميوا للحزب الحاكم قبل التجمع الدستوري الديمقراطي، نطلبوا منهم باش معناتها ما نحيوهمش. مش معقول، هذه على الأقل أخلاق، يعني أخلاق الشعب يفرض علينا أنه نحميه، ما احنا نحميه الثورة متاعه، نحميه على الأقل بالكلمة بالمسالمة. ما يلسجي با دو فار دو لا شاسالوم، يلسجي با دو فار معناتها دو سوماتر دون هكا دون زين لوجيك دو لا رانكون، الحقد والانتقام. احنا الأشخاص معناتها ثم برشا، فهمت ولا، كانوا قبل حكم منهم ناس معناتها ما مشاوش، معناتها ما تعاملوش بالمنطقة كما اللي كان عند الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. هذوما العباد هذوما معناتها احنا ماناش ضد الأفراد، احنا ضد النظام، والنظام عنده رموزه، عنده وجوهه. ثم ناس كانت في القيادات متاع التجمع الدستوري الديمقراطي، فكانت في القيادة بتاع الجمع الدستوري الديمقراطي، كانت تعطي أوامر وكانت تعطي تعليمات بش ثقافة الظلم، بش سياسة الظلم، سياسة الاستبداد تتكرس وتاخذ بلاصتها بالرشوة، يبدأوا يفرضوا عليهم ساكن جماعة المسؤولين بتاع التجمع، يفرضوا على العطار ويفرضوا على الخضار ويفرضوا على البطال بش ياخذ كميونة ويركب في كار ويمشي بش يصفق،
يمشي مش يصفق ويبدا يقولوا له فهمت الله واحد مسكين سنين مكسره فهمت الله واحد يكون يعرف على البلاه ويبدا يعيط بيك بعليك يعيط برشتون راهو شيء سي ان ديلير سكي سي باسي سي ان ديلير. وعمري ما ريت ماك الناس اللي شيخين ومتفردين واللي ياخذوه في المليارديرات هذوك ما هذوك يبداو يصفقوا هكا وكل المظلوم اللي يهزوا فيه بالكار فهمت الله وبالنقل الريفي يبداو يهزوا فيه ويعطيوه في ساندويتش باش يمشي يصفق بالسيف عليه. مسكين يبدا فرحان خاطر يحب يمنع من البطاله مسكين يحب يلقى خبزه مسكين يحب يلقى باش يشري دبوزه حليب لوليداته مسكين يحب معناتها يحب يلقى فليسات باش ينجم يعاون بنياته باش يعاون وليداته مسكين مظلوم وتهز في الاجتماعات بتاع التجمع الدستوري الديمقراطي مسكين وصفق مسكين للتجمع الدستوري الديمقراطي صفق بالسيف عليه هذاك البطال هذاك المظلوم هذاك وكل صفق هذاك. هذه ثورة باش تحرر باش ما باش 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 ينعتك باش يتنفس باش يتفرغ. ويقولوا له يا سيد العزيز يلي مشيت تصفق للتجمع الدستوري الديمقراطي بالسيف عليك يلي مشيت تصفق للظالم المستبد الجبار اللي قاعد تشوف طويك كيفاش معناتها اعطاه اسلحه واعطاه ملياردوات وكرهب باش عباد تجي تقتل في الاحياء وتمشي تكسر الكرهب وتكسر المعامل وتحرق فهمتني ولا معناتها المؤسسات الوطنيه هك اللي هزوك باش تصفق له هذاك. انت يا سيد العزيز اليوم نهارك اليوم باش تفهم اللي راو الثوره هذه باش تحرك منك الظلم هذاك اللي لزق. هذا مهم جدا ونحب نقول اللي الثوره هذه يلزمها زياده تكون ثوره ضد لغه السلطه والتسلط وخاصه سلطه التسلط انه السلطه تكون معناتها مهمتها تخدم البلاد تخدم الشباب يبني بها الشعب فهمت لا الشعب يبني بالسلطه والسلطه فهمت لا تكون منبثقه منه. هاللغه هذيك نتاع نشكر ولغه نثمن ولغه معناتها ما تنبارك ولغه نو. وانا نحب نقول انه يا اللي باش يتولي رئيس نتاع بلاد باش نطالبوك باش تقول ما تشكرونيش لازمك انت تصرح به يا رئيس الجمهوريه اللي باش تجي ويا وزير اول ويا وزراء ويا ولات ويا معتمدين ويا رؤساء بلديات تلتزموا باش ما عادش تلزونا نبداو نشكروكم وباش ما نصفقوا لكم شيء باش وقت اللي تبدا تقول كلمه نبدا نقف ونهب ونقعد ونقف ونقعد ونقف ونقعد وانا نبدا نصفق نو ما نصفق لك شيء يا سيد الرئيس يا وزير يا والي يا معتمد يا رئيس بلديه ما نصفق كان للشعب للعبد اللي يتكلم وقت اللي يجي يقول لك كلمه ويطالب بحقه هذاك نصفق له. اما انت ما عنديش علاش نشكر فيك ليش نشكر فيك انت تقوم بواجبك رئيس الجمهورية انت تقوم بواجبك يا وزير اول انت تقوم بواجبك يا والي يا معتمد يا رئيس بلدية. نحب نقول اللي هذا مهم جدا 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 وخاصة الشباب اللي عيط وصاح ثورة كبيرة يا شباب هذه فرصة الشعب الكل وانت يا شباب قائد انك تفرض لغة جديدة وتفرض معناتها التعبير جديد وتعبير حر واعلام جديد مستقل عن السلطة السياسية واعلام يكون معناتها يكشف لو كان جات الدنيا اليوم ماذا بينا نمشيو للكاميرا والكاميرات الكل نتاع الاعلام معناتها يدخل الاحزاب باش نشوفوا في الكواليس نتاع الاحزاب شنو اللي قاعد يتقال ما عادش احزاب سرية تويك خلي الكاميرا تدخل ونسمعوكم ونشوفوكم اش قاعدين تقولوا اش قاعدين تهيئوا اش قاعدين تحضروا. انا انسان معناها ما ندخلش في حزب سياسي مش معناها ما نفهمش في السياسة لا خاطر نحب نكون حر من كل من كل من كل تشبث معناتها بلغة سياسية نحب نكون حر نحب وقت اللي يجي تقنعني نبدل رأي ما فيها باس المهم انت حاججتني وبينتني وبرهنتني. نحب اليوم ان السياسة والسياسيين لازم تقتنع ان عندكم معناتها شعب باش يحاسبكم ويلزم الاحزاب الكل تقبل انها تتحاسب وماذا بيه رئيس الجمهورية والوزير الاول والوزراء الكل والولات الكل ورؤساء البلدية قبل ما ياخذوا المناصب نتاعهم نشوفوا ساعة شنو هي الريليفيت كونت نتاعهم. انا نطالب باش رئيس الجمهورية والوزير الاول والوزراء الكل وكل والي وكل معتمد وكل رئيس بلدية نحبوا يتحط على الانترنت الكونت بتاعه شنو اللي فيه
ومن بعد ما يخرج من المهمة بتاعه نشوفه زاد شنو شو قاعد في الكونت بتاعه. بابا العزيز مك تحب تحكم فيه، تحب تاخذ السلطة ومغروم بالسلطة، ايه معقول؟ علاش لا؟ تحب تقوم بواجبك الوطني بابا مرحبا، لله زاد انت تحب تقوم بواجبك الوطني مرحبا لله، ما ثم حتى مشكل، اما اعطيني برسمك شنو المكتسبات متاعك توا.